لطالما سمعنا على قصص الرعب الحقيقية في العالم، رعب من نوع الديار المسكونة ولا مجنون ولا الوحوش اللي يخرجوا في الليل. وأغلبية الحكايات هذه تبدأ خرافة، لكن ما ننكروش اللي ساعات فما قصص واقعية وما عندها حتى تفسير. كي نقول ما عندهاش تفسير، يعني العلم واللوجيك المنطق اللي نعرفوه في يومنا هذا ما ينجمش يفسر الظاهرة هذيك. نحب نستغل الفرصة ونحل قوسين. راهي الدنيا يا جماعة ماهيش علم وفيزيك وسيونس فقط. صحيح الحاجات هذه عاونت الإنسانية على التطور، وانه نهار بعد نهار العلم قاعد يكتشف في حاجات وقاعد يلقالها في تفسير، لكن هذا ما ينفيش اللي فما حاجات العلم ولا السيونس عجز انه يفسرها والمنطق ما نجمش يبسطها، لكن هذا لا ينفي وجودها. لذا وقت اللي نسمع ولا نراو حاجة ما نلقاوهاش تفسير، نجم تكون حاجة أقوى من عقولنا البسيطة وأقوى من العلم اللي وصلنا له نحنا تو. باش نفهموها لازمنا نفكروا ياسر ولازمنا نتأقلموا معاها. قول الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. اليوم باش نحكيو على حاجه حتى من العلم ما لقالهاش تفسير، حاجه ياسر غريبه وما تنجمش تكون صارت عبثا. باش نحكيو على بلمس فيسز والا وجوه بلمس. في صيف عام 1971 في بلاصه اسمها بلمس في اسبانيا، كانت فما قريه ولا فيلاج صغيره في الجبل، وكانوا اغلبيه المتسكنين نتاعها فارمرز. وفي الدار من الديار اللي موجودين غادي كانت فما امراه اسمها ماريا غوميز بيريرا. في يوم من الايام المراه هذه وهي تمشي في دارها وداخله للكوجينه، يا اخي لاحظت اللي فما حاجه غريبه في القاعه، والحاجه هذه عباره على تاج كحله كبيره وموجوده في القاعه في الارضيه. لهنا ماريا استغربت على خاطر ما فما حتى شيء يتبزع على القاعه، لا زيت لا ماكله لا حتى شيء. وبالطبع كأي ربة منزل مشات جابت مواد التنظيف باش تحاول تنظف وتنحي التاش الموجودة على الأرضية. يا أخي بدون جدوى شيء، ما حبتش تتنحى التاش مهما حاولت ماريا إنها تنحيها. عيطت الأفراد العائلة متاعها باش يحاولوا يشوفوا معها حل وشنية التاش اللي طلعت في الأرضية. فمحل اقترحوه هو إنه يعاودوا يدهنوا القاعة من لول وجديد، وكيكا تتنحى بنسبة 100% وترجع القاعة نظيفة. وهذاك اللي عملوه، دهنوا القاعة وتنحت التاش بالوقت. لكن بعد ما يقارب أسبوع عاودت ظهرت التاش مرة أخرى، لكن المرة هذي تاش الكحلة ما عادش جوست بقعة سوداء فقط، على خاطرها بدأت تاخو في الفورمة متاع وجه. ينعم وجه، فورمة متاع وجه بدأت تظهر في القاعة متاع كوجينة ماريا. هنا فما استغراب كبير من عند عائلة ماريا، ما فهموش شنية الحكاية ودخلوا بعضهم. لذلك هنا قرروا انهم ياخذوا فاس ويكسروا القاعة الأرضية اللي مرسوم عليها الوجه هذا، ويعاودوا يبدلوا الأرضية جديدة ويعاودوا يبنيوها من السيمان، وهكاك يرتاحوا من الحكاية. وإذا اللي صار، جابوا فاس كسروا القاعة جملة وعاودوا بنيوها بالسيمان ورجعت القاعة نظيفة وجديدة. لكن في ظرف أيامات نص المو عاود ظهر وجه، وجوه جديدة ولا تظهر all over the place، على دار كاملة وجوه مختلفة متاع رجال ونساء وحتى ولاد صغار. ماريا وعائلتها ما فهموا حتى شيء وزادوا خافوا. غاديكا وين مشاو ريبورتيو الحكاية للسلطات المعنية متاع المنطقة باش يجيو عاونوهم في كشف اللغز وإلا الحاجة المرعبة هذه. بشهر أفريل وبعد ما يقارب عام من الحكاية، الحكاية عملت بوز ياسر كبير والناس الكل سمعت بها. فما باحث ومفتش الاختصاص متاعو هو البارانورمال اكتيفيتيز والحاجات الغامضة والغريبة واللي ما عندهاش تفسير، وكان مهتم بالكيس متاع ماريا. جاي من مدريد حتى يكشف بلمس وبدا يخدم على روحه وقعد يحاول يحل الميستري متاع بلمس فيسز. منهم الدار اللي بداو يظهروا فيها الوجوه نجم تكون قريبة الجبانة، بما انه فما تشيرش ولا كنيسة قريبة من المنطقة. إذا قرروا انهم يشوفوا شنو موجود تحت أرضية المنزل هذاك. وذاك اللي صار، بعد ما كسروا الأرضية وحفروا بعد بعض أمتار يلقاو فما سكلاتات، هيكل عظمية متاع رجال ونساء ولاد صغار، هيكل عظمية عمرها بما يقارب 700 سنة. الباحث هذا قال هذا هو الريزون ولا السبب متاع ظهور والوجوه في الأرضية متاع المنزل، لكن باقي حكاية ما عندهاش تفسير. بالطبع نحاو كل الهيكل العظمية الموجودة تحت الأرض وعادوا بنيو الأرضية من لول وجديد، وإنهم يتمنوا إن حكاية الوجوه هذه ما عادش تطلع أصلا
ويوفى الكابوس مالها إلا أسابيع، جوست أسابيع كهو، وعاد ظهر وجوه أخرى على أرضية المنزل كامل، لكن المرة هذه وجوه مختلفة، يعني وجوه موجودة بتفاصيل، يعني الوجه تنجم تغزله متغشش، فرحان، يضحك وإلا يبكي، وجوه متاع رجال متاع نساء وحتى متاع أولاد صغار. لهنا الأمر زاد غرابة وليت الحكاية غامضة برشا، والباحثين اللي جاوا يحقوا في الحكاية هذية زادوا دخلوا بعضهم ما فهموا حتى شيء، إنه ما قاو حتى تفسير للفينومين اللي قاعد يصير. لويه ظهروا الوجوه هذوما؟ هل فما رسالة مخفية يحبوا يوصلوها؟ فما نظرية تعرفت وقتها تقول اللي ماريا غوميز بيريرا اللي هي مولاة المنزل عندها علاقة كبيرة بالحكاية، لكن كيفاش نجم تكون الصلة هذه؟ فما بما يعرف بالسايكو كيناتيك، وهو تيرم تفسيره بكل بساطة انك نجم تبروجيكت وإلا تنشر تصاور من مخك على الأرض وإلا على المادة، ولا خلينا نقول بتفسير أوضح انك نجم تستعمل the power of your brain باش نجم تورياكت مع المادة. على سبيل المثال فيلم لوسي، الفيلم طيارة على الاخر، وين يحكي على كيفاش نجم تستعمل قوة مخك كاملة 100%، ننصحكم تمشي تتفرجوا فيه. لكن هل يعقل انه ماريا عندها سوبر باور كيف هكا ومين با في بالها؟ السايكو كيناتيك تيرم والا كلمة مش مستعرف بها السيونس والا العلم، وهذايا على خاطر فما دلائل ياسر ناقصة وانها مضادة للعلم، ولهنا تولي كلاسيه بما يعرف بالبسودو ساينس، يعني بلغة أوضح وباختصار الساينس أو العلم مش مستعرف بالفينومين هذا. يعني لهنا ماريا تكون عندها علاقة ديريكت بالوجوه اللي قاعدة تظهر في دارها. 3 فيفري عام 2004، ماريا انتقلت إلى جوار ربها، لكن التيوري متاع أنها ماريا عندها رولاسيون ولا علاقة بالوجوه هذية ولا تغالطة من فيها، لأنه حتى بعد موت ماريا الوجوه مازالت موجودة على أرضية المنزل، والميستري متاع بلمس فيسس تقعد غامضة وبدون إجابة. سوفالا يا جماعة، لهنا وصلنا آخر فيديو، جسبح عجبتكم فيديو هذي يا جماعة، حطولي في الكومنتير شنية رأيكم، أعطيوني مواضيع جديدة كنت تحبوني نحكي معها شباب، حطولي في الكومنتير شنو المواضيع اللي تحبوهم تاع الحلقات الجاية. فول سيبور شباب، حبكم الناس كل تفرقوا على اللايك بوتن وسبسكرايب، وحطوا كناقوس شباب تاع سبسكرايب باش تجيكم نوتيفيكاسيون على كل فيديو متاع دراكو ميستري ولا أي فيديو تهبط على الشين. نحبكم الناس كل سبسكرايب وكناقوس، and see you guys in the next video. باي باي.